خلينا بقى نتكلم ونربط هنا كمان كورونا بالفريق الاول لكره القدم اللي حصل امبارح على يعني اللقاح المضاد للفيروس والمستجد ده بالنادي تحديدا استعدادا بقى احنا بنتكلم في موسم جديد، وكل اللعيبه كانوا حريصين على التواجد امبارح، وزي ما حضراتكم شايفين انا شفت صوره كهربا امبارح هو حتى كان عاملها حاططها على الانستجرام بتاعه. فزي ما حضراتكم عارفين يعني الجهاز الفني برضو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على MP1-0 في كاس مصر. ربنا يحفظنا يعني جميعا من كل الأمراض، وزي ما هنفضل نقول يعديها كمان على خير.